الو، السلام عليكم. سلام خويا صباح لاباس. تفضل رشيد. الحمد لله. شكون معنا؟ كمال من ليون. كمال من ليون. اللي وين عيط خويا؟ الوحدة في الزو. واحدة في تيزي وزو. عندها واتساب ولا فايبر؟ واتساب. شحال عندك انت وياها في علاقة؟ 5 سنين. 5 سنين انت وياها. الله يبارك. عطينا شو النيميرو، عطينا النمرو شو 20213 زد 5 زد زد 05 زد 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 الاسم. وانت اسمك حاجة قلت لي؟ كمال. كمال مليون. عايزين نعاود نعيط ولا خطر الزوجة؟ الو الو، السلام عليكم اختي. صافا لاباس، راكي مليحة؟ ان شاء الله ما نكونش ديرونجيناك برختي. حمبو صح، لا نجمين عندك غير 5 دقائق لا بغيتي. معليش. ربي يخليك اختي العزيزة. احنا معاك رشيد شليح، احنا عندنا امبوست في فيسبوك، نديرو تاع ديكلاراسيون كاع. كاين واحد الانسان راه عيط على جالك في لاباج تاعنا، وراه معانا هنا اون ديريكت وراه يسمع فيك، و اسكو راكي قابله باش نفوتو لك هذا الانسان اللي عيط لك. وهذا الانسان يعرفك، وراكي في علاقة حب انت وياه وراكي معاه. علاقة حب، في علاقة تاع حب انت وياه، تبغيه يبغيك. اللي خاطبني ما على بالناش. شكون هذا الانسان اللي خاطبك؟ اعطينا اسمه. كيفاه؟ اعطينا غير الاسم تاع هذا الانسان. عبد القادر. عبد القادر مين؟ هذه الولاية متزاير. متزاير؟ هو كي يصير؟ انا مخطوبين على كل حال. ان شاء الله هذا الانسان وقيلا مراه معك في 5 سنين، وهذا الانسان ماشي من الالجي، هذا الانسان اللي عيطنا على جالك من ليون نورمالمون. ليون ها هو اللي راه معنا هنا باش نفوتو. الو السلام عليكم. سلام رشيد. هاك تسمع فيها خويا، قلت لك انا مخطوبه و ما فهمتش. ها؟ قول لها هاك الكلمة. هي من اللي راه تنبدلها، من اللي راه نبدلها لا سمت تهضر مع اي واحد، هي ما عندهاش مشكل تعيد لها تهضر معاها. هي ويحط راك في راسك. هي المقدار. انت قلت لها ماريو، ما قلت البارح انت قلت لها ماريو. هي ويحط راك في راسك يا المسحاح يا المنتن، خير جبت لي تليفون ونحيتو لي الطلاب. عاود عليك قلت لها التليفون. نحي لي التليفون. شد لك التليفون نحاها لك؟ ايه جبت لي التليفون ونحاولي. وعلى تقلع لها التليفون حبيبي، قال لها راه 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 ديت خد اخر. وانت على بالك بلي هاد الانسان خطوبة؟ كان على بالك ولا؟ كان قال لها التليفون وتهضر مع واحد خلاص بيه. يا المشتاق يا المنتن راح راح. هادي هي اخوي العزيز.
الو السلام عليكم.